بابا ليش هيدا المرة شعرها أشقر؟ لأنه يا بابا بيكون بيا للمرة تجوز مرة شقرة فبتطلع البنت مثل أمها. يعني هيدا المرة لشعر أسود بيكون بيا مجوز مرة شعر أسود؟ برافو ماريا. طيب هيدا المرة لهونيك لشعر أحمر بيكون بيا مجوز مرة شعر أحمر؟ مزبوط ماريا، وطلع شعر أحمر مثل شعر أمها. طيب بابا هيدا الكرسو ليش لونه هيك؟ لأنه يا بابا بيكون بيو تجوز مرة من أفريقيا مثلاً لونه أسود فبيطلع صبي لونه غامق مثل أمه. أوكي بابا بلشت أفهم. بونجور يا أمورة. أهلا. شو اسمك؟ اسمي ماريا. ماريا الأمورة، نحن موظفين هون، بتروحي معنا كسدورة؟ لا مرسي. مرسي ماريا، باي. يا بابا شو بكي ماريا؟ هول الصبيان بيكون بيهم جوز مراية؟ مراية ماريا؟ حدا بيتجوز مراية؟ فإذا هول الصبيان بيهم بيكون مجوز يا فوتوكوبيوس يا سكانر، لأن مش معقولين.